اتفضل. سيدي، في معلومة عن مراد علمدار. شو هالمعلومة؟ نحن عرفنا أنه تسلم لمخفر شرطة شنجلكوي. أنت شو عم تقول؟ هنيك ما في حدا من طرفنا. مين سلموا للمخفر؟ ما بعرف سيدي، بس بعد شوي رايحة فرقة تستلمه. لا ما بيصير، فورا جهز لي سيارتي، أنا رايح لأستلمه. بأمرك سيدي. هالخروف على كيفك، ها بحياتك ما رح تنسى هالطعمة. انت التزمت بوعدك، هلا دور ستار آغا. بعد شوي منشوف. وينو ستار آغا يا ميران؟ صار له زمان طالع، اكيد قرب يوصل، رح روح شوفه. طيب يلا. موضوع الناقلات صار خالص. بعثت خبر مع شبابنا ليلاقوا لنا حدا. قبل شوي اتصلوا فيني، لقينا جماعة ماكنين خرج يشتغلوا معنا. الخبر حلو يا آغا. بوسات، بدك نحكي لستار عن شغلة البترول شي؟ برأيي بلا ما نجيب له السيرة هلأ. وأنا كمان برأيي بيكون أحسن. أنا اسمي بيت بول، من هلأ ورايح ناقلاتك رح تشتغل لصالحي. وهي أول دفعة مني. طيب شو شغل؟ أنت رح تحمل بضاعتي وبس. شو البضاعة؟ هالموضوع ما دخلك فيه، بتحمل البضاعة وبتاخد المصاري. طالما عم تعرض علي المصاري قبل الشغل معناتها هالبضاعة وسخة. أنا ما بشغل نقلاتي بنقل وسخ أي حدا مين ما كان. بتساوي اللي عم قلك عليه وبس. مبين هالشغلة فيها أنه ما نظيفة. أنا ما بوريت حالي بهيك شغل، وأنت ما فيك تشتريني بالمصاري. إذا ما فيني اشتريك بالمصاري فيني اشتريك بهذا. أنا أجيت مشان نتفق، رح أتحمل بضاعتي مو هيك؟ تمام تمام تمام. وإصحك تفكر إنك تحمل غير بضاعتي، أنا عم تفهم؟ فهمت. معناتها اتفقنا. ديروا بالكن على المكان لوقت ما نبلش شغل، لا تخلوا حدا يجي لهون. ماشي بيت بول. اوه،
ستار جايب معه كل أهل ضيعته. خزيت العين ما شاء الله ما شاء الله. لتكون ذبحت خروف واحد ما بتبطل بخلك بنوب. لو بعرف ما كنت جبت رجالي معي. لا تاكل هم يا ستار آغا، ما حدا بيضل جوعان على سفرتنا. زيدوا الضيافة يا شباب. تفضل يا ستار آغا. اتفضلوا لهنيك يا شباب. شراب عيرة كله ساعتين وخمسة. بلي عيرة شراب عيرة كله ساعتين وخمسة. بلي عيرة عن جد الأكل مو سيء. قول إن شاء الله صحتين وهنا. الله يسلم إيديك يا أغا. صحتين وهنا يا بوساد. أي يا ستار أغا، ذوالفقار أغا التزم بوعده وعمل وليمة مرتبة، فلا تتدلل علينا. أنت معنا ولا شو أغا؟ طالما هو التزم بوعده وأنا راح التزم بوعدي. بس إيه ما بدها بس زودتها. وقف شبك عصبت. كنت بدي أقول شغلة لمصلحتنا. لليوم وقبل ما نشتغل شي سوا، بالأول لازم نقعد نحكي ونتفق ومنتناقش بكل شي، كل واحد فيه له رأيه، مو مزبوط؟ مزبوط يا أغا. الشغل اللي رح نشتغله مع بعض لازم نقرره سوا. إن شاء الله يكون على خير. وقف، مو هذا هو الطريق، ليش اجيت من هون؟ شو عم تساوي؟ عنا شوية شغل. عارف انتبه، هلأ مو وقت هاي الحركات، أنا مستعجل. العجلة من الشيطان، ما بتعرف هالشي؟ خود عليك. برافو، مجهز حالك. مشي الحال. يلا خلينا نروح من هالمكان بسرعة بلا ما نتأخر. جيب لي تليفون لشوف. سيدي. يلا بسرعة جيب لي التليفون ونادي لي للقائد. بأمرك. حضرة الخليفة. شو هذا اللي عم ينكتب عني؟ أعطني تليفونك. مو مسموح هالشهاد. ليش من إمتى أنت كنت تقول للخليفة شو مسموح ومو مسموح؟ بترجاك سامحني، بس أنا عم نفذ الأوامر. استنى لا أتعافى وبتشوفوا كيف رح خليكن تطيعوني وقتها مثل العالم والخلق. بسرعة اتصل ببراندن واعطيني التليفون بسرعة. تفضل. يلا نزل من السيارة. في شي مشكلة؟ ايه في مشكلة كتير كبيرة. بدي عيلتي ومنظمتي يعرفوا اني عايش. نحن حكينا بهذا الموضوع من قبل. رح تمضي الشتوية بالتخت. ولحد ما ينفتح موسم الارهاب الربيع ما رح تبين مثل ما اتفقنا، مفهوم الشي؟ بس هذا الاتفاق كان قبل ما ينكتب خبر وفاتي بالجرايد. انت
ليش متضايق يعني؟ هلا بتحسن انك تتحرك اريح من الاول. اذا عائلتي ومنظمتي عرفوا ماشي. تمام، لا تاكل هم، رح حل لك مشكلتك هي عن قريب. بس انت حاول تطيب بسرعه. خلينا نشوف يلي بعتوك لهون قديش رح يسمحوا لك انك تبعد. يعني انت عم تهددني مو هيك؟ هلا في عندي شغلات اهم منك يا صقر، انا لازم اطلع. ماشي، بس دير بالك لانه الوضع برا كتير خطير عليك. في أخبار عن صقر؟ لا أبداً. يعني الأرض انشقت وبلعته؟ رجالنا عم يدوروا عليه ولهلأ ما لقوه. لقوه بسرعة. تحت أمرك. روح. صقر، جاهز مشان هاي الليلة؟ أنا جاهز لحتى أني هاي الشغلة من زمان يا براندن. معناتها بتستنى خبر مني مشان هاي العملية. امتى؟ ممتاز، حلو كتير. شبابكم كله على مهلكم، أنا ما بدي أكون تموتوا لنخلص شغل. منيح اللي أخذنا هذا المحل، لأنه غير هيك ما فينا نشبع الفجعانين. معك حق. أهلين يا شريك. إذا ضليت هيك هالمحل رح يخسر ويتسكر. لا تأكل هم هذا الموضوع، بعدين نحن مو شراكة على الربح والخسارة. يلا لشوف، انت روح هلا واتركني مع رجالي. يلا. تمام، بكفي هالقد. انتو صرتوا اكلين عن اسبوع، انا طعميتكن وشربتكن ولبستكن، وهلا صرتوا جاهزين لاول مهمة رح تنفذوها. خلاص بكفي. الوسخ لزقني تقرير اني مجنون لاني قدرت اكشف ألاعيبهم يلي عم يلعبوها ضد الدولة. اتهموني باني مجنون وبهدلوني كتير، بس انا قلت له لهالواطي رح اخنقه بايدي، مو هيك؟ لك خدوا عني. تمام تمام تمام، خلاص رح قلكن على المكان يلي فيه اخته لمراد على المدار. خير زلفقار آغا؟ صاير شي كتير غريب. شو هالشي الغريب؟ مو أنا بعتت خبر لجماعة الناقلات ليستعدوا منشان شغلتنا هاي؟ ايه؟ ما حدا منهم ردلنا خبر لهلأ.
حاسس انه في إنا بهي القصة. مو مشكلة رح نعرف، بس شوية وقت. لكن قلتي في مشكلة بأصول القضية المرفوعة على مراد علم دار من المحكمة الدولية؟ ايه ومتأكدة، وإذا حضرتك بتأيد طلبنا وقت الأمور بتصير لصالحنا. بس هذا مو حل نهائي، ممكن بعدها يفتحوا ملف قضية ثانية، ونحن خلال هالفترة رح يكون عنا وقت لنجهز حالنا. ايه أكيد هالطلب رح يكسبك وقت مشان الدفاع، بس الإجراءات رح تكون صعبة. نحن شفنا الأسوأ، يعني جاهزين لكل شيء، بس تنتهي هاي القضية مراد علم دار مو بس رح يطلع براءة، ساعتها الخونة والأعداء واللي عم يحاولوا باسمه إنه يضروا هالدولة رح ينكشفوا كلهم. تيمور أنت رح تكون معي. تحت أمرك معلم. عاكف، ياسين، خليكن مع الراية السوداء، رح تروحوا لتجيبوا صفية وجاهد، مفهوم؟ تمام، تحت أمرك. سيدي، مين ممكن يكون بخطر أكثر من التاني؟ صفية بسبب كنيتها قرخالي كتير مهمة بالنسبة إلون، ما بيحسنوا يأذوها، بس جاهد وضعه غير، براندن بيعرف حقيقته، وكمان قصته مع هنري. صحيح، جاهد أزاهن وهنن بيعرفوا منيح انه هو خطر بالنسبة إلهن، لهالسبب جاهد يلي بخطر أكبر. احتمال يكونوا حاطينه بمكان بعيد عن صفية. بما انه هيك الأفضل نفوت على المكان بشكل هادي، شو رأيكم؟ بتلاقوا أسرع طريق لحتى تصلوا لهم اتنيناتهم، ولما بتصلوا لهم بتخبروني فورا. تحت أمرك. جهز حالك تيمور. أهلين وسهلين، خلي المفتاح موجود فيها. انتو بتعرفوا شو اللي رح تساووا؟ ايه معنا نعرف. لا تقلق، انا خبرته. اعطيهم الأسلحة. انت روح لقدام لشوف، وانتو حاوطوا المكان واستنوني هنيك. امرك معلم. يلا. شو رح نعمل؟ رح نستنى ليجي الوقت المناسب. اذا كان حظنا حلو هاي الليلة، وقتها رح نصير اسطنبوليين حقيقيين. انت رح تفجر القنبلة اللي جهزتها مشان توتر الوضع. وانا رح اروح دق على باب شخص كتير غالي علي.
زدت سلاحك. طيب ماشي، اهدى شوي. لا تقرب. خلاص اهدى، لا تقرب. انت منيحة؟ قالوا نعم عاكف. طيب معلم، العملية تمت بنجاح. تيمور بتخبر عاكف بعد ما أنا روح على القارب بدي إياهم يراقبوا كل الاتصالات يلي رح تصير ويسجلوها كلياتها، ما بدي يصير ولا أي غلط. حاضر معلم. أهلا وسهلا، تفضل. أنت أهلين فيك. إذا عم ترحب فيني بهالمكان اللي نحن فيه فما فيك تعتبره من دولتك. حسب الاتفاق اللي صار قبل 90 سنة نحن لسه لنا حق بهالمضي لهاليوم. انبسط بهالحق، بس ما ضل لكم كتير. كل الدول المستعمرة يلي على أرضنا هلأ ويلي عم يعملوا كل جهدهم لحتى يسيطروا عليها، أنا كل ما بشوفهم هون بعرف قيمة وطني أكتر. خلينا بالمهم. عمدي عرض إلك يا مراد، من هاي اللحظة أنت ما رح تكون مثل قبل، يعني ما عاد تقدر تتحرك على كيفك. يا بتروح على المحكمة الدولية وبتتحاكم وبتاخد عقوبتك كأرهابي، يا أما من اليوم ورايح بتكمل الطريق معنا. بتمنى أعطيك الجواب على هالعرض. طبعا لو كان قدامي صاحب العرض الحقيقي راب نفسه. أنا ما أجيت لعندك لهون مشان نتبازر. ما عندك خيارات طالما واحد من أهم رجالك
واختر صفية بين ايدي هلا. الظاهر انت ما عم تطلع حواليك. في خبر كتير مهم لازم خبرك يا. انت طلعي انا بخبره. اختي وجاهد ما نون بين ايديك. وانت هون مانك بامان يا براندن. وبالنسبة لطاولتك انا ما رح اقعد عليها. انا بدي اقعد على الطاولة الكبيرة تبع الحكام، بس مو منشان ملي خريطة العالم بالدم، منشان يسيل دم الظلام. وهلأ شغل كمبيوترك، بدي اياك تتواصل مع راه فورا. انا متأكد انه هو بحب كتير يشوف الشيء اللي رح يصير هون بعد شوي. ما بعتقد هون ما في اي شيء رح يكون مهم ليشوفوه. بس برأيي انت رح تحب تتفرج على الشيء اللي رح يصير.